الحالات التي تم إيواءها بالمستشفيات عندنا 7 حالات بمستشفى أريانا و3 حالات بسوسة. بالنسبة للحالات التي شفيت كما تعرفوا فما حالة وحيدة شفيت. عدد الوفيات ونترحم نحب نترحم عليهم الكل. فما سجلنا 3 وفيات. حالة في الأولى اللي سجلناها كانت بسوسة، الحالة الثانية هي في صفاقس، والحالة الثالثة كانت بأريانا. بالنسبة للحالة الأولى هي امرأة عمرها 77 سنة يوم 18 مارس. الحالة الثانية هي رجل عمره 72 سنة 21 مارس. والحالة الثالثة رجل عمره 60 سنة يوم 22 مارس. بالنسبة لتوزيع الحالات حسب الجنس 42 رجل مقابل 33 امرأة. ومن جانب آخر تعلم الوزارة أنه في إطار المتابعة الحينية للحالات المشبوهة تم إلى حد هذا التاريخ إخضاع 12,395 شخص للحجر الصحي الذاتي. 4,753 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية، و 7,642 ما زالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية. كما تعرفوا الكل أعلن حاليا على حالة الحجر الصحي العام اللي هي تقتضي أنه نقلصوا من التحركات بين المناطق. الأشخاص الكل اللي ما فماش داعي أنهم يغادروا أماكن الإقامة متاعهم يلتزموا بأماكن الإقامة متاعهم. احنا حاليا قاعدين نتابعوا في الوضع الوبائي. هناك 4 مناطق كما شفتوا عدد الحالات فيها معناتها أصبح مرتفع شوية، والمناطق هذه باش نطبقوا عليها الحجر الصحي العام، يعني فما تقليص كبير لتحركات في المناطق هذه باش هكاك ما تصيرش معناتها عدوى وما يزيد ما نقلصوا من حدة الانتشار نتاع المرض هذايا. حاليا احنا قاعدين نتبعوا كما تعرفوا الفترة هذه فترة صعيبة، الخدمة مازالت برشا باش نجموا نقاوموا المرض هذايا. يلزمنا كلنا مع بعضنا نخدموا مع بعضنا باش نجموا نقاوموا المرض هذايا. راهو جميع المتداخلين من وزارة الصحة، وزارة النقل، وزارة الداخلية، وزارة السياحة، كل الوزارات معنية في تجندنا كلنا مع بعضنا باش نحاولوا ان نحدوا من انتشار المرض هذايا. جميع الولايات مطالبون باش يعملوا معناتها لجان الطوارئ يلزمها مش نقولوا نفعلوها، يلزمها تبدا تشتغل حاليا. كلهم مطالبين انهم يتجندوا ليلا نهارا مع بعضنا باش يطبقوا الاجراءات اللي قلنا عليها. راهو الحد من انتشار المرض هذايا مرتبط بمدى قدرتنا على تطبيق الاجراءات اللي قلناها. حاجة أخرى يلزمنا نأمنوا الحياة اليومية والمعيشية لجميع السكان. هذاك علاش لجان الطوارئ على جميع الجهات يلزمهم باش معناتها يكثفوا من النشاط متاعهم. كيف احنا على مستوى وزارة الصحة عملية احنا تويكا قاعدين متواصلين باش نكملوا نحضروا معناتها في نطاق الاستعداد نتاعنا للمجابهه نتاع تزايد عدد الحالات. احنا قاعدين نتواصلوا قاعدين معناتها نكملوا في عمليات التحضير واللي يلزمنا الكل من غوسورس هيومان ومن ديزيكيبمون واللي مستحقين الكل باش نتجندوا للمرض هذايا. نحب معناتها نشكر جميع المتداخلين اللي هما قاعدين يشتغلوا ليلا نهارا باش ما بعضنا الكل نحاولوا باش نحدوا من المرض هذايا وربي يحمي تونس. مدام نساء كنتك شكلنا على المناطق الموضوعة. مدام نساء احنا كما قلنا لكم عدد الحالات يعطيكم فكرة على المناطق اللي فيها ارتفاع لدرجة لعدد الحالات. بالنسبة للمناطق بالنسبة بؤرة يبدأ فما عدد حالات قاعد يتكاثر، وفما انتقال أفقي للحالات، وفما حالات مشتبهة قاعدة تزايد. وهذا احنا فما مناطق اعلن عليها اللي هي مناطق معناتها بؤرة. علاش؟
خاطر تم التفطن انه في المناطق هذه ما تمش الامتثال بالحجر الصحي الذاتي. فما عدة اشخاص كانوا مخالطين للحالات المؤكدة، وهذم الاشخاص تجم تظهر عندهم العلامات من يوم الى 14 يوم. فالمنطقة هذه الكل باش نجموا نحصروهم على ان اللي هي منطقة بؤرة معناتها للمرض هذايا، وعلى غرار ان جزيرة جربة تم الاعلان لها هي بؤرة، حتى نتمكن من حصر وتقصي جميع الحالات المخالطة والتأكد من سلامتهم ولا اصابتهم والتكفل وعزل المصابين حتى لا تتم مثلا انتشار العدوى لبقية السكان. بالنسبة للمناطق الأخرى اللي هي نلاحظوا أن فيها عدوى أفقية ومع تكاثر لعدد الحالات اللي يولي مثلا يجم يمس عدة مناطق في مساحة جغرافية معينة، فيمكن أنه نعلن اللي هي منطقة موبوءة. لكن أنا نحب نقول ونأكد حاليا احنا أعلننا على الحجر الصحي العام، راهو كلنا تونس بكلها في حجر صحي عام. فما مناطق تجم تكون فيها أكثر الحالات أكثر من مناطق أخرى، هذيك فما التكثيف للمجهودات متاعنا باش نطبقوا الإجراءات اللي قلناها. أما الإجراءات اللي قالتها وزارة الصحة واللي أعلن عليها سيد رئيس الحكومة وكيف كيف رئيس الدولة تهم جميع المناطق، رانا كلنا معناتها كونسيرني بالكوفيد، كلنا متجندين، كلنا كوفيد حتى لين ان شاء الله نخلطوا باش نسيطروا عليه. احنا في اطار في المرحلة الحالية من اهم التحديات ان نقوموا بالتعرف على الحالات الكل الحالات المتواجده باش يتم عزلها باش ما يعديوش حالات اخرى. فعذاك علاش فما تكثيف لعمليه التقصي النشيط للحالات، وهذاك فاش باش نعملوه؟ باش نعملوه من بين المخالطين المباشرين للحالات المؤكده ومن بين الوافدين اللي قدموا لبلادنا واللي هما كما تعرفوا جاوا من مناطق موبوءه. كما تعرفوا حاليا اوروبا تشهد الذروه نتاع انتشار الحالات، فصار معناتها عوده نتاع كوسوسوا التوانسه والا الاجانب في الفتره هذه، فالبروبابيليتي ان يكونوا هما مصابين بالمرض هذا هي مرتفعه. هذاك علاش فما عمليه تقصي نشيط للوافدين هذم الكل باش هكاك نجموا نحصروا الحالات اللي موجوده الكل. وشكرا لك. هي بالنسبه للجربة احنا حسب التقصي الميداني اللي قمنا به فما حالات تم معناتها التفطن لها في مناطق معينه، لكن ثبت بعد ذلك انه لم يقم معناتها ما قاموش بالالتزام بالحجر الصحي الذاتي. فما نجموش ناخذوا الريسك ونقولوا باش نحصر المنطقه هذه بركه، خاطر ثبت اللي كان فما اختلاط بين السكان الكل، وما نجموش نقولوا هذا يجب يكون عنده ان ريسك وهذا ما عندوش. فحاليا تطبيق الحجر الصحي العام على جميع متساكني جربة هو كان امر معناتها مفروض منه، وحاليا سنقوم بعمليه تقصي نشيط لجميع الحالات باش يتم عزلهم والتكفل بهم باش هكاك نفصلوا الاشخاص المصابين عن الاشخاص اللي ما همش مصابين واللي باش نقعدوا باقي نتابعوهم. وكل ما فما عندنا اشخاص مصابين يتم عزلهم، لكن اهم شيء اهم حاجه انهم العباد الكل بكلنا نمتثلوا بالحجر الصحي الذاتي بكلنا. مرانا الحاله غير مفسره، هي فما حاله ان كنا في الانفستيغاسيون نتاعها اللي هو شخص لم يسافر معناتها لم يغادر التراب التونسي، ما كانش عنده اشخاص محيطين به اللي هما سافروا قبل. فتوصلنا انه الاكثر ان تكون عمليه عدوى افقيه، فما شخص معناتها مصاب
غير مصرح به كان على اتصال به. الشخص المصاب اللي هو كان على اتصال به وسبب له في العدوى الى حد الان ما عرفناهاش شكون. هذا هو مش معتموش مفسره الحاله نعرفوها ونعرفوا مكان اقامتها والكل، اما ما نعرفوش طريقه العدوى كيف صارت. خاطر الحالات الاخرى الكل يا اما كانت حالات مستورده والا كان عنده شخص مصاب في الانتوراج نتاعو. فما حاله كنا معناتها عندنا ديفيكولتي باش نعرفوا شكون الكا اندكس نتاعها وقاعدين نعملوا في الانفستيغاسيون حاليا. احنا اهم حاجه عندنا ان بكلنا كي نقول كلنا مع بعضنا نلتزموا بالاجراءات، نطبقوا الاجراءات الكل وكلنا نعتبروا رواحنا كوفيد باش ما نعديوش لعباد الاخرين، ونعتبروا اللي الشخص اللي مقابلني هو كوفيد وناخذ منه الاحتياطات اللازمه. كلنا مع بعضنا باش نحدوا من انتشار المرض هذايا. ويعطيكم الصحه. ولا هذه كانت مباشرة ندوة صحفية لوزارة الصحة اللي تم الإعلان من خلالها، وأنه تسجيل 17 حالة إصابة جديدة، وتقريبا هذه من جملة 132، وفما 3 وفيات إلى حد الآن في تونس. على كل إن شاء الله نتمنى وأنه الأمور كل تكون بخير، ونتمنى تونس العزيزة الغالية تكون بخير، وإن شاء الله ربي يبقي ستر على بلادنا. احنا باش نكملوا بطبيعة الحال نتابع معك كل ما فهم جديد، نحاولوا نعطيكم بالأرقام طو شوية آخر، نعطيكم بالضبط بالتحديد قداش بالضبط من حالات اللي تم تسجيلها في تونس. وإحنا معنا أستاذ القانون الدستوري.